الراديو 90-90 هواها مصر. عندنا خبر بيقول الصين تطلق أول شبكة أطول شبكة لسكك الحديد الفائقة السرعة في العالم. الصين أعلنت عن إطلاق أطول خطوط سكة حديد فائقة السرعة اللي بتربط بين الساحل الشرقي والجنوب الغربي للصين. الخطوط دي بتعتبر أطول شبكة للسكة الحديد الفائقة السرعة في العالم. طولها 2264 كيلومتر وبتمر بخمس مقاطعات صينية مختلفة. وبعد إطلاق الشبكة دي هيتم تقليص الوقت اللازم للسفر بين المقاطعات الصينية من 34 ساعة ل 11 ساعة. يعني نزلة جامدة جدا يعني. طيب معنا خبر كمان. شركة أمريكية تبني ملاجئ إنقاذ استعدادا لنهاية العالم. نرجع لنفس الفيلم والهابط بتاع كل شهرين. شركة أمريكية أعلنت عن تطوير ملاجئ بتقي الناس من الإيه؟ الحقيقة لأنهم عندهم هاجس دايما أن كوكب الأرض هيتعرض للدمار والعالم هينتهي. فالعالم هينتهي وعادي والإيه ما تقوموا دول هيبقوا مستخبيين. المهم يعني عندهم مخاوف من الكوارث اللي ممكن تحصل. والشركة نفذت بالفعل 575 مخبأ، كل واحد فيهم يقدر يستوعب من 10 ل 20 شخص، يقدروا يعيشوا فيها حياة كاملة وبراحة تامة، ومزودة كمان بمساحة كافية لتخزين إمدادات تكفي ل 12 شهر. الشركة عرضت الملاجئ للإيجار لمدة 99 سنة. اللي عايز يأجر واحد بيأجره 99 سنة، والإيجار ب 25 ألف دولار بالإضافة ل 1000 دولار صيانة سنوية. هو بقى هيبقى في حد بيصين؟ ما هيبقوا كلهم ماتوا، مين اللي هيصين لي بقى؟ وممكن لأي حد يشتري الملاجئ من دلوقتي على فكرة، ويضيف عليها التعديلات اللي هو عايزها. يعني عايز نوع البيت مودرن ولا يتفرش نوع إيه، وكمان وعايز فتحات للهروب شكلها إيه، مصممة على طراز إيه، وفي شبكات سباكة متطورة وأجهزة تنقية هواء. أمريكا بتبني ملاجئ إنقاذ تحمي مواطنيها من نهاية العمل. العمل عمل ربنا. علماء بريطانيون يكتشفون الجين المسؤول على التقلبات أو عن التقلبات المزاجية عند الستات. دراسة طبية حديثة أكدت أن بعض النساء اللي بيعانوا من التقلبات المزاجية الحادة في مراحل مختلفة من العمر، العلماء اكتشفوا الجين المسؤول عن التغيرات المزاجية اللي بتحصل، وحاليا بيحاولوا يكتشفوا علاج ليه علشان يمنع تقلبات المزاجية للست في مختلف مراحل عمرها، مش مرحلة معينة بقى. طب يعني هتبقى رايقة على طول؟ تبقى فرفوش على طول؟ على طول على طول على طول؟ طيب كان في فيديو اكيد شفتوه، يعني اللي مش عارف اللي شافه ولا ما شافوش. الموضوع بدأ بواحدة ساكنة بجوار احدى دور الايتام، قدرت تصور فيديو بيظهر فيه صوت طفل بيصرخ وبيقول انا مش عاوز استحمى بماء ساقعه، انا مش عاوز استحمى بماء ساقعه. الفيديو انتشر بسرعه شديده جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل للوزاره نفسها، وزاره التضامن، اللي وجهت على طول فريق التدخل السريع للدار، وتم تحويل العامله او الام البديله، واللي هي لا تستحق لقب ام اصلا، اللي ارتكبت الواقعة للتحقيق، وهي حديثه التعيين ومعها ثانويه عامه وملهاش أي خبرة في التعامل مع الأطفال. وزارة التضامن أصدرت قرار بإغلاق فرع هذه الدار في التجمع الخامس ونقل الأطفال لفروع الجمعية الأخرى. عملت إيه عشان تبقوا فاهمين اللي مش عارف؟ يعني كانت بتعاقب الأطفال بأنها بتحمي الأطفال الصبح بدري بمية متلجة. احنا بنتكلم في أطفال إيه؟ بنتكلم بيقولك في الأطفال هناك من سن حضانات كلهم. فتخيل لما تبقى الأم البديلة اللي بتربي المسؤولة عن الأيتام بتعمل فيهم كده، يعني الواحد هيتحسب ولا يقول ايه ولا ايه. انا شايف ايه حالة البلادة واللامبالاة والتناحة اللي عمالة تتفشى فينا. يعني بوزارة التضامن بالله عليكم ركزوا مع دور الايتام، بيحصل مهازل وما خفي كان اعظم. ودور المسنين احنا بنروح زيارات وحاجات، كل الدور بتحاول تتجمل على قد ما تقدر، والمشرفات يبينوا قد ايه ان هم كيوت وحلوين وبيعملوا الاطفال، لدرجة ان بيبان ايه يعني المعلمين انتوا مركزين في ده واكيد شفتوه هتشوفوه دايما، الاطفال بتبقى مستغربة من معاملة المشرفات واحنا معاهم واحنا رايحين نعمل حملة هناك. الاطفال بتبقى مش مصدقة، الاطفال بتبقى مش مدركة ان المشرفة بقت لطيفة فجأة وطيبة. يعني انت رايحة تبقي مشرفة على دار ورايحة تضربي في الاطفال وتعملي ماشي اشقية مش عارف ايه، لازم يبقى فيه اساليب تانية. مش هحمي الطفل الساعة 7 الصبح بمية متلجة علشان يعني انت بتكهربيه؟ انت ده ايه التذنيب ده يا جدعان؟ يعني وحاجات تانية كتير. ده احنا دي يعني في ربنا يبارك لها اللي شافت من العمارة اللي قدامها وصورت،
انا بدعي لك وكل الناس بتدعي لك لان انت واحدة ايجابية ومسكتيش، لكن الدور انت ياما بتروح دور ايتام وبتشوف الاطفال عاملين ازاي، وياما بناخدهم رحلات وبنشوف المشرفين بيتعاملوا معاهم ازاي او بيحاولوا يبينوا ان هما بيتعاملوا معاهم ازاي، وياما بنروح نودي حاجات ونشوف الدار بتتعامل ازاي. التأهيل فين؟ تدريب المشرفات فين؟ المتابعة فين؟ الكشف الدوري والمتابعة الدورية والزيارات المفاجأة؟ ما عندناش الحاجات دي على فكرة. الزيارة المفاجأة دي أخبارها إيه؟ الزيارة المفاجأة دي يعني الدار والمكان بيبقى عارف قبلها بأسبوع الحقيقة أن في زيارة مفاجأة رايحة. لو في موضوع زيارات مفاجأة لدور الأيتام ودور المسنين يفعل وتبقى فيه لجنة بتنزل فجأة من غير ما حد يكلم، احنا جايين لكم الساعة 2 الظهر، احنا جايين لكم مش عارف ايه، ده بيحصل، ما تحكوش على نفسكم، ده بيحصل. لو في مبدأ زيارات مفاجأة بيتعمل، مفيش ولا دار هتبقى مش مظبوطة، مفيش ولا دار هتبقى شمال زي ما بيقولوا، لكن الدور بيحصل فيها مهازل. والأم الكريمة أو السيدة الفاضلة اللي صورته ده نقطة في بحر من اللي بيحصل. فاكرين الدار اللي كان المشرف بيضرب الولاد بالرجل والشلاليت ويطيرهم؟ طب ما هو عادي، ما هو ده بيحصل. والموضوع ده فاكرين انتشر ليه؟ علشان مرات صاحب الدار قفشت عليه ومتضايقة منه فصورت له الفيديو ونزلته، بس قبل كده ما كانتش قفشة عليه فكانت الدنيا تمام فيس. موتهم يا عم، هو حد دريان بيهم؟ هم ليهم اهل ولا ليهم سار؟ يموتوا. فاكرين فيلم العفاريت؟ فاكرين الكتعة كان اسمها ومن الغولة؟ كل دار في يعني الا ما رحم الله يعني، بس كل دار فيها امنا الغولة. بدل امنا الغولة واحدة، في مليون ام غولة في الدار، وبتحمل اسم مشرفة وبتحمل اسم ام بديلة. وحسبي الله ونعم الوكيل، والاطفال ليهم ربنا في الاول وفي الاخر. ولو البلد ما حفظتش وما تبعتش وما راقبتش وما قفلتش وما عملتش مليون حاجه، مفيش حاجه هتتغير. ومش لازم نستنى المواطنين يبلغوا، يعني ده انت وزاره كامله، وزاره طويله عريضه اصلا دورها كده انها تعمل ده ولا ايه؟